في هذه السنة هذه، فوزارة التربية الوطنية ستعتمد على التوظيف عن طريق الشهادة اللي هو في الحقيقة موجود، هذا هو القانون، وبالتالي أيضا تثمين المسار المهني، ومن خلاله إن شاء الله أيضا سيفتح المجال فرصة للمتعاقدين أيضا باش يعني يقدموا الملف تاعهم إن شاء الله، وبالتالي هكذا تثمين الشهادة الخبرة وكذلك الشهادة. ذلك بالنسبة للابتدائي مهم جدا، لأن التلميذ في الابتدائي أولا لازم نخفف عليه بالنسبة، وإن شاء الله هذا يكون في عمر يعني راهم من درسوا فيما يخص البرامج، لكن الجانب الترفيهي، الجانب مثلا توفير الملاعب، توفير الرياضة، لأن هذا مهم جداً.